يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد ففي الباب الذي مر علينا امس باب ذكر الخوارج وصفاتهم وتوقفنا عند حديث الحديث رقم 641 والحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و642 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما قسما يعني شيء من العطاء يقسمه بين أصحابه ويقسمه على الناس إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم ذو الخويصرة وهو يعني الرجل الذي جاء الذي مر علينا في الروايات السابقة لكن جاء هنا تسميته هنا في هذه الرواية رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل قد خبت وخسرت مش خبت قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل طبعا هذا الرجل كما ذكرنا الخطاب وهذا مثل هذا الخطاب يعني خطاب ينافي الإيمان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا كان الله جل وعلا يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم هذا أدب أدب الله به الصحابة فهذا الرجل أساء الأدب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال رسول الله عدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم لماذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك لماذا خص بعض الناس بالعطاء لتأليف قلوبهم على الإسلام فلم يفهم المقاصد العامة للشريعة وهذه يعني مصيبة الخوارج الوقوف عند الألفاظ الوقوف عند اللفظ دون أن ينظر إلى المقاصد العامة نعم وهذا أمر مهم جدا يعني مدرسة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تختلف عن مدرسة الخوارج خوارج عندهم جمود على اللفظ الوقوف على اللفظ فقط مش على الظاهر في فرق بين الأخذ بالظاهر وبين اللفظ يعني هذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعدل وقف مع إيه وقف على لفظ العدل فقط لكن هل يعلم معنى العدل لا عنده يعني هو عنده فهم سقيم للعدل لأن العدل يفهم في ضمن المقاصد العامة للشريعة مثلا على سبيل المثال الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من أطاعني فقد أطاع الله الحديث في الصحيحين فهي في الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني الرسول صلوات الله وسلامه عليه
فهمنا هذه، من أطاع أمير فقد أطاعني ومن عصى أمير فقد عصاني. مدرسة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعني فهم النصوص في ضوء المقاصد العامة للشريعة، والمقاصد معنى المقاصد العامة يعني الأهداف التي قصدها النبي صلوات الله وسلامه عليه والتي قصدها الشرع لتحقيقها من 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 الأوامر. فعلى سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. طيب هذا حديث في الصحيح، في الصحيح. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسرية وأمر عليها رجلا، وهذا الرجل كان أميرا، فأمرهم أن يؤججوا نارا، فأججوا نارا، فلما أججوها قال ادخلوا فيها. فقالوا، فقال بعضهم البعض: والله ما أطعناه إلا حتى إلا هربا منها، إلا هربا من النار. الرجل يقول لهم إيه؟ ادخلوا النار. فأبوا، فرجعوا للنبي صلى الله عليه فقصوا عليه ما قال الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها. هو حين قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أطاع أمير فقد أطاعني، ومن عصى أمير فقد عصاني، قصد بها إيه؟ مجرد اللفظ، لفظ الطاعة، ولا قصد النبي صلى الله عليه وسلم عليه اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب واجتماع الناس وتعاونهم وطاعتهم للأمير حتى يكون لهم قائد؟ هذه هي المقاصد العامة للشيعة. لكن هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه في معصية الله؟ لا يمكن، إنما الطاعة في المعروف. فهنا لو كان، لو هنا النبي عليه السلام هنا قال لو، عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها ما خرجوا منه، مع إن ظاهر اللفظ من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذا مسألة الجمود اللفظي، الوقوف على اللفظ دون النظر إلى 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 حقيقة المعنى وإلى الأهداف التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا يفهم الحديث، يفهم الناس السنة فهما خاطئا. مثل هذا الرجل مشكلته في إيه؟ مشكلته في فهمه السقيم للفظ العدل، وقف عند اللفظ مش عند الظاهر. يعني في فرق بين الظاهر وبين صفات الله جل وعلا. في أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات كلهم أخذوا بإيه؟ بظاهر كلام الله جل وعلا، يعني ويعني وهذا هو الظاهر. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قالوا لله قبضه، والسماوات مطويات بيمين، أثبتوا لله يمين. فالأصل هو الأخذ بالظاهر. في فرق بين أخذ بالظاهر، الأخذ بالظاهر لا ينافي المقاصد العامة للشريعة، لكن الوقوف على مجرد اللفظ دون النظر إلى المقاصد العامة للشريعة يفهم الناس فهما خاطئا. فلو أطاعوه في، لو أطاعوا الأمير ده في السرية، لو أطاعوه دخلوا النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى هذا بالضبط مثل جمود الخوارج على مجرد اللفظ. لا، اللفظ يفهم في ضوء المقاصد العامة. فلذلك هذه مدرسة الخوارج مدرسة في الفهم السقيم للنصوص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم إيه؟ بأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام يعني عندهم ضعف في العقول، لأنهم عمدوا إلى ذهبوا إلى النصوص التي هي في الكفار فجعلوها في سادات المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكفروا الصحابة. النصوص التي أنزلها الله جل وعلا في المشركين وفي عبدة الأوثان جعلوها في الصحابة. طب وعبدة الأوثان لم يتعرضوا له، لذا قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. في الحقيقة هذا أمر ظاهر جدا في كل من تمذهب على مذهب، في كل من انتحل هذه البدعة، تجد أنه هو بيخص المسلمين بعداوته ويدع أهل الأوثان فلا يقاتلهم، وإنما يقاتل المسلمين، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا علم من أعلام نبوته
عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يكونوا في عهده، وإنما قال إنه يخرج من ضئض هذا، يعني سيكونون بعده. طب كيف أخبر عنهم؟ بالوحي المنزل من السماء. فهمنا مسألة إن هو إن المدرسة الخوارج الوقوف على مجرد الحروف، مجرد الحروف دون أن يفهم معنى العدل، دون أن يفهم الأهداف التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يوقع الناس في الشر المستطير، لو دخلوها ما خرجوا منها، لو وقفوا على مجرد اللفظ دون أن ينظروا إلى أن الطاعة في المعروف التي هي من المقاصد العامة، أهداف التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا يقحهم في الخلط، يقحهم في وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو أطاعوا في ذلك لدخلوا النار، لأنهم أطاعوه في معصية الله. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. طبعا لأن مثل هذه الكلمة التعرض، لأن كما ذكرنا بالأمس التعرض للنبي صلى الله وسلم عليه يوجب العقوبة. نعم. ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم كإسحاق ابن راهوية وغيره، نقل الإجماع العلم على وجوب قتل السب للنبي صلى الله وسلامه عليه حتى لو تاب. لماذا؟ لأنه تعرض للنبي صلى الله وسلامه عليه، والنبي وهذا حق النبي صلى الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا. حتى لو تاب يبقى اللي بينه وبين الله جل وعلا يتجوز الله عنه، لكن التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يوجب قتله بخلاف من سب الدين. نعم. لا، له توبة بس هيقتل حدا، لأنه تعرض، لأن الذي يعفو عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ليس موجودا، يبقى هيقتل. والتوبة اللي بين في الحق الذي بينه وبين الله عز وجل، لكن تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية ألف الكتاب العظيم المشهور الصامم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع سميا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينم حتى ألف هذا الكتاب. يا سلام، رحمة الله عليه، رحمة الناس يعني. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. وهذا من أدب الصحابة وأدب عمر رضي الله عنه، منقبة عظيمة لعمر. ومر علينا خالد رضي الله عنه أيضا، يعني طيب، ورواية خالد ورواية عمر، يبقى معنى إيه؟ أن كل من خالد وعمر رضي الله عنهما يعني أراد قتل هذا الرجل. وهذا من أدب الصحابة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال دعه فإن له أصحابا، نعم، يحقر أحدكم، يعني معنى هؤلاء أن الناس دي كانوا يعني على درجة من العبادة، درجة عظيمة. طبعا الصحابة كانوا في أعلى الدرجات. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، معنى هذا أنهم يغالون جدا في العبادة، ومع غلوهم في العبادة لم ينتفعوا منها بشيء، ولم تنفعهم هذه العبادة بشيء. لا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي جمع ترقوة، وهي إيه؟ وهي العظمة الرقيقة التي بين الكتف وبين الرقبة، يعني هنا القرآن في الحناجر وليس في القلوب، فلم ينتفع من قراءتهم للقرآن بشيء. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يسهل خروج هؤلاء من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرق يعني المروق معناه النفوذ، والرمية هي الصيد المرمي. يبقى شوف السهم كده لما يدخل في الصيد فيخرج من الناحية الأخرى، هؤلاء كذلك خرجوا من ناحية إيه؟ من ناحية الغلو في الدين، غلوا في الدين حتى خرجوا منه،
إن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في أيام في الصحيح قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال يمنقون من الدين كما يمنق السام من الرمية. ثم وصف النبي صلوات الله، وحتى يبين النبي صلى الله عليه أن هؤلاء لم ينتفعوا من الإسلام بشيء ولا من قراءتهم للقرآن بشيء، وصف السام اللي هو شبههم به. مش قال يمنقون من الدين كما يمنق السهم من الرمية؟ يعني يسهل خروجه من الدين كما ان السهم يدخل في الصيد المرمي يخرج من الناحية الاخرى، فهؤلاء كذلك خروجون يسهل خروجه من الدين كذلك. ثم وصف ايه؟ وصف السهم ده اللي هو دخل في ايه؟ اللي هو نفذ في الرمية اللي هو الصيد، الرمية اللي هي الصيد المرمي. قال عليه الصلاة والسلام يمنقون من الدين كما يمنق السهم من الرمية، بالتشديد، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. السهم ده اللي دخل في الرمية ينظر إلى نصله. السهم ده في عدة أجزاء، النصل والقطح والقزز جمع قزة والرصافة والفوقة. النصل اللي هو الحديدة اللي بتثبت في رأس السهم، والسهم ده بيدخل كده، بيدخل في الصيد كده بنفسه، ولا بيركب عليه قطعة من الحديد، بيركب عليه قطعة من الحديد مدببة حتى يسهل ايه؟ يسهل نفوذ السهم. هذا يسمى ايه؟ النصل. طيب ينظر الى نصله. طيب السهم اللي خرج ده من الصيد المرمي، اراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يشبه الخوارج بيه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ان السهم ده اللي دخل في الصيد المرمي لم يتعلق به شيء يدل انه دخل في صيد قبل ذلك، فينظر الى نصله الحديده فلا يوجد فيه شيء، لا عليه اثر دم الذبيحه ولا شيء. طيب ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء. الرصاف اللي هو ايه؟ انت لما بتشد السهم في الوتر، الحز ده هو ده يعني التقاء السهم مع الوتر، هذه تسمى الرصاف. ما دخلت ولا ما دخلتش في الذبيحه؟ دخلت ايضا. فينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر الى نضيه، والنضي اللي هو ايه؟ قال وهو قدحه، مفسر هنا النضي قدح اللي هو ايه؟ عود السهم. عود السهم نفسه لا يوجد عليه اي اثر للدم الذبيحه اللي الصيد الذي دخل فيه. ينظر الى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر الى قززه، والقزز جمع ايه؟ جمع قزه، هو الريش بتاع السهم. تعرف الريش ده بيعمل ايه في السهم؟ الريش ده بيوجه السهم، بيخليه يشير. تعرف الجناح بتاع الطائره في الاخر زي للطائره ده؟ اهو السهم ده في ريش عشان يوجه السهم، السهم لا يروح يمين، بيوزن ايه؟ يوزن مرور السهم. فالقزز جمع قزه وهي الريش. يبقى لا النصل علق به شيء من الذبيحه اللي هو الحديده في مقدمه السهم، ولا رصافه اللي هي جزء السهم اللي بيمسك في الوتر، ولا نضيه اللي هو القطح عود السهم عليه شيء، ولا فيش. ثم ينظر الى قزجه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم. قد سبق الفرس والدم يعني لم يتعلق به لا شيء من دم الصيد ولا شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دي بلاغه النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني وصف خروجهم من الدين وعدم انتفاعهم بشيء من قراءه القران بهذه بعمليه التصويب بالسهم نفسه اللي دخل في الصيد وخرج وليس على السهم اي اثر يدل على انه نفذ في الذبيحه يوما او نفذ في الصيد يوما. كذلك هؤلاء لم ينتفعوا يوما من الاسلام بشيء
ولا من قراءة القرآن بشيء. نسأل الله السلام لي ولكم السلام والعافية. فالبلاغة هنا في وصف إيه؟ في وصف السهم وليس في وصف هؤلاء. فتستدل بأوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه للسهم، تستدل بهذا على أنهم لم ينتفعوا، كما أن هذا السهم ليس على أي جزء من أجزائه أثر لإصابة الصيد، كذلك هؤلاء لم ينتفعوا من الإسلام بشيء. قرآن هنا في الحناجر. صلى الله السلام والعافية، رب سلم يا رب. ومع ذلك يحقر أحدكم صلاته دعوا، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم. فالصلاة تنفعهم ولا الصيام، حتى يمرقون من الدين كما يمرق، يعني يخرجون من الدين كما مروق السهم من إيه؟ مروق السهم من الصيد. كما أن السهم سهل جدا يخرج من الصيد، كذلك يسهل خروج هؤلاء من الدين والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد في شيء قد سبق الفرس والدم، يعني لا يتعلق به عليه من ذلك. آيتهم، والآية في اللغة بمعنى العلامة. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تضرضر. علامة هؤلاء الذين سيخرجون بعد عهده عليه الصلاة والسلام وليس في عهده، رجل أسود هتجدوه إحدى عضديه، العضد اللي هو بين مفصل المرفق وبين الكتف، هذا العضد، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، يعني بيتدلى منه كده مثل ثدي المرأة، مثل البضعة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، مثل البضعة، بضعة لقطعة من اللحم، تضرضر، تضرضر أصلا تتضرضر، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. تضرضر يعني إيه؟ يعني تتحرك، تضطرب، لأنها قطعة من اللحم مدلّة من هنا. طبعا ده مش موجود في أي واحد، مش موجود في رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة في بضعة، يعني قطعة كده من اللحم مدلّة من يده، أو مثل البضعة تضرضر، يعني تضطرب تتحرك يمنة ويسرى. لا إله إلا الله. ويخرجون على حين فرقة من الناس، ويخرجون على حين فرقة من الناس، وهنا الفرقة منهم خرجوا على من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه في خلافه مع معاوية. نعم. وهؤلاء خرجوا بالسلاح، خروج الخوارج يعني يخرجون، مش مخرجون يعني 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 يتمردون على الإمام الحق، على الخليفة. يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون بالسلاح يريدون أن يقتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك العلماء أجمعوا على قتال إيه؟ على قتال الخوارج. يقاتلون من باب إيه؟ من باب دفع الصائل، دفع الباغي. لأن يعني الله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالخوارج فئة إيه؟ فئة باغية، فتقاتل دفعا للشريعة، كما قاتلهم علي رضي الله عنه. نعم. قال آياتهم، يعني الآية في اللغة كما ذكرنا علامتهم. نعم. رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تضرضر، يعني تضطرب وتحرك. ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد وهو الخدري رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل
أمر علي رضي الله عنه يبحثوا عن الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم علم هذا الحديث. الكلام ده كان بعد قتال علي رضي الله عنه، كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده في خلاف، ده بعد خلافة أبي بكر وبعد خلافة عمر وبعد خلافة عثمان. ولما جاء علي رضي الله عنه واختلف معه معاوية، وعلي رضي الله عنه كان هو طائفة علي رضي الله عنه هي الطائفة التي كانت على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كان متأولا في ذلك. طبعا احنا علمنا طبيعة الخلاف، ان عثمان رضي الله عنه طالب، ان عثمان لما قتل مظلوما، فمعاوية رضي الله عنه علي رضي الله عنه رأى ان المصلحة هو اخماد الفتنة، مصلحة عامة للمسلمين. ومعاوية كان يطالب علي رضي الله عنه بإخراج قتلة عثمان. طبعا عثمان قتلته إيه؟ قتلوا يعني فئام من الناس، فتنة كبيرة حدثت. من هنا شاب الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية. وعلي رضي الله عنه كان محقا في 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 إخماد الفتنة أولا، ثم بعد ذلك ينظر من تورط في قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهنا حدث الخلاف، والحق كان مع علي، لأن مثل قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهنا أبو سعيد يقول فأشهد أني سمعت هذا وهذه الرواية عند مسلم في صحيح. قال فأشهد أني سمعت رسول هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. ده بعد كم سنة؟ سنتين خلافة أبي بكر، وعشر سنوات خلافة عمر، وثنتي عشر سنة ونصف من خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني بعد مدة من الزمن. وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعت على نفس صفات التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، رجل الأسود إحدى عضديه من الخوارج، إحدى عضديه مثل سدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. فجيء بها وعلي رضي الله عنه من تصديق الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بذلك الرجل، يعني ابحثوا عن هذا الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت لي على نعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي نعت. وهذا في علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا وحي منزل من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء حدث بعد عشرات بعد سنين من وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا وحي. لذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب علامات النبوة في الإسلام. علامات النبوة في الإسلام يعني الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني إلا ما شاء الله جل يطلع يعني أنبياء على هذا الغيب، على بعض من هذا الغيب. نعم. باب التحريض على قتل الخوارج. حديث علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أمانة الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيه ما كانوا عليه من الأمانة ومن الدقة في النقل. فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. الكلام ده كان في أثناء قتال، لكن لو حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث طبعا فإن الحرب خدعة ليس معناه نقض العهود ولا المواثيق، لا، فإن الحرب خدعة هذا صحيح. وقتال علي رضي الله عنه، لأن أيضا يعني احنا ذكرنا بأن أولى الطائفتين بالحق هي طائفة علي رضي الله عنه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق،
طب ومعاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه كان متأولا لذلك، لكن المصيب في هذا الخلاف هو علي رضي الله عنه ويا طائفته. قال وإذا حدثتكم فيما بيني وبين فيما بيني وبينكم فإن الحرب خادعة. طبعا فيها 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 لغات خادعة وخدعة وخدعة، فيها 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 يعني 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 لغات وخدعة. فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم، وعلي رضي الله عنه هم لما خرجوا على علي ماذا قالوا؟ لما قبل علي رضي الله عنه التحكيم بينه وبين معاوية، فخرج الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله، لأن الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق، لكن هم أرادوا بها الباطل، أن يخرجوا على الإمام الحق وعلى الخليفة البار الراشد علي رضي الله عنه. فقال لما تحقوا إدمى باطل، وذلك قالوا إيه؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. ابن عباس رضي الله عنه لما ناظرهم فأورد لهم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. قالوا هذا في إدمى باطل. شوف الفهم السقيم، حكم الرجال في كتاب الله، ايه الحكم الرجال في كتاب الله؟ يحكم به ذو عدل منكم. وذلك ابن عباس لما نظره رجع منهم بالاف، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه، نعم، لانه كان فقيها ملهما، فنظرهم في الاقوال التي كانوا يدعونها. قال ياتي النبي هنا علي رضي الله عنه قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو قال لهم هذا الحديث وهو قبل قتالهم، وفي أنهم ينظرون ويعني ويذكرون قبل القتال كما ذكرهم علي رضي الله عنه هنا، والكلام ده كان بينه وبينهم. قال إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم بيني وبينكم، هم كانوا في قتال معه، قال فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. حدثاء الأسنان يعني حدث يعني 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 لم تعركهم التجارب، ليس عندهم خبرة وليس عندهم ثقل للتجربة. حدثاء الأسنان يعني أعمار شباب، ليس عندهم خبرات الشيوخ ولا نظر الشيوخ ولا تأمل الشيوخ. حدثاء الأسنان يعني صغار الأسنان. سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام يعني اللي هو ضعفاء العقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام اللي هي إيه؟ العقول. سفهاء الأحلام لماذا وصفهم بأنهم سفهاء الأحلام؟ لأنهم كما ذكرت لكم جاءوا بالنصوص التي أنزلها الله جل وعلا في المشركين فجعلوها في سادات الصحابة، في سادات المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستحلوا دماءهم واستحلوا أموالهم. سفهاء الأحلام. وأيضا من سفهاتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. يقولون من خير قول البرية. نعم، هو لما قالوا لا حكم إلا لله، مش الكلام ده كلام الله كده؟ لكن هل هم انتفعوا من هذا الكلام بشيء؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هذا من قول خير، ما القرآن ده من خير قول يقول يقرأه الناس، مش كده؟ أليس كذلك؟ بلى. نعم، ومع ذلك لم ينتفعوا. يقولون من خير قول البرية، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يسهل خروجه من الدين كما ذكرنا، مرق السهم من الرمية الصيد المرمي. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، الإيمان في الحناجر كما القرآن في الحناجر وليس في القلوب. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم،
فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فأينما لقيتموهم لقيتموهم فيه في قتال. طب لو كفوا عن المسلمين بدون قتال خلاص، المهم هو ايه؟ دفع شرهم عن المسلمين، لأنهم خرجوا بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ولذلك قتلهم علي رضي الله عنه ولا لا، لكن قتلهم قتال بغاة. ما الفرق بين قتال البغاة وبين قتال المشركين؟ قتال البغاة قتال لدفع ظلمهم ولدفع بغيهم، فلو فروا لا يتبع الفار. طب والجريح منهم لا يزفف على الجريح، يعني لا يكمل قتله، لأن حصلت المصلحة ولا لا؟ حصلت المصلحة عند جماهير أهل العلم، ولا يؤخذ لا مال ولا سلاح ولا شيء، لا يؤخذ منهم شيء عند الجمهور. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أخذ ما هم عليه ويرى قتله، والصواب هو قوله قول الجمهور، لأن قتال البغاة هو قتال لدفع البغي والظلم، خلاف قتال المشركين يتبع الفار ويزفف على الجريح ويسلب ويعني ماله وتسلب كذلك زماريهم بخلاف الخوارج. فأجمع العلماء على أن قتال الخوارج قتال إيه؟ قتال البغاة. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فيه إيه؟ فيه يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء لو خرجوا على المسلمين، وهذا موافق لقول الله جل وعلا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب المناقب، قال: باب علامات النبوة في الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نعتهم وعن وصفهم، هذا من أمارات نبوته. باب الخوارج شر الخلق والخليقة. باب الخوارج شر الخلق والخليقة، حديث سهل ابن حنيف عن يسير ابن عمرو قال: قلت لسهل ابن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول: وهو بيده قبل العراق، يعني جهة العراق. ولماذا؟ طبعا العراق أرض فتن، كما أن الشام أرض صالحة. سبحان الله، من عجائب صنع الله جل وعلا، أحيانا كما أن في ناس هناك صالحون وطالحون مؤمنون وكفار، كذلك هناك أراضي وبئة منبع الفتن، وهناك أراضي طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا 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 نكدا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال: يخرج من خلة بين العراق والشام، يخرج منه. ولما أشار إلى فألا إن الفتنة هنا، وأشار إلى جهة إيه؟ إلى جهة المشرق، حيث هتطلع شمس بين قرني الشيطان. نعم، ألا إن الفتنة هنا. ولما أخبر عن الشام أخبر أنها هي أرض الملاحم، والتي يلوذ بها المؤمنون عند الملاحم في آخر الزمان. قال: وهو بيدي قبل العراق. هذا لا يمنع أن يخرج من العراق أناس صالحون، إمام أحمد يعني، كانت بغداد كانت مدينة السلام ومدينة العلم والعلماء، لا بس نتكلم على كل أرض العراق، ولا نتكلم على بقعة، يعني لا يمنع، كما لا يمنع من خروج فسق وفجر من بلاد الشام، لكن أصل الأرض طيبة، لكن ممكن يكون فيها إيه؟ ممكن يكون فيها عناصر غير طيبة، وكذلك أرض العراق فيها فتن، لكن خرج من علماء أفزاز. وهو بيدي قبل العراق، يعني جهة العراق، قال: يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم،
يموقون من الإسلام موق السهم من الرمية. إذن هذا أي وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه، يموقون من الإسلام موق السهم من الرمية، يعني يسهل كما ذكرنا خروج يعني خروجهم من الإسلام. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث باب من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه. مش احنا ذكرنا بأن قتال الخوارج قتال لدفع الصائل؟ إذا طالما أنه ليس هناك حاجة للقتال، يعني لم يخرجوا بالسيوف على الناس، فعلي رضي الله عنه أصل لهم إيه؟ ابن عباس، يبقى يحاورهم. المحاورة دي رجع ابن عباس منهم بآلاف ولا لا؟ فرجع منهم بكم من الناس. نعم، وهذا منهج الصحابة. لكن لما يخرجوا بالسيف، فالسيف في هذه حالة مش هيقابل بإيه؟ لدفع لشرهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فهمنا؟ وهذا هو منهج الإسلام في التعامل مع هؤلاء. لكن في هذه الأحاديث فيه أن الخوارج قوم، أن شر الخوارج شر كبير، لأنهم يستحلون. طبعا طالما كفر الناس، هم كفروا الصحابة ولا لا؟ التكفير هيتبعه استحلال الدماء، وهذا أمر مهم جدا، أن التكفير يعني سيتبعه لا محالة استحلال الدماء. فلما كفروا الصحابة استحلوا دماءهم، عبد الله بن خباب قتلوا، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكان لهم ولد بقر وبطنها. طب الناس اللي بيصلوا طوال الليل دولت، المعسكر الخوارج اللي كان يقاتل عليه طوال الليل صلاة، طوال الليل صلاة، وفي الصباح يقتلون الصحابة. طب هذا الناس ينتفعوا يعني من صلاتهم بشيء؟ لم ينتفعوا من صلاتهم بشيء، يقرؤون قرآن لا يجاوز تراقيهم، سبحان الله. ومع ذلك فجماهير الصحابة وجمهور أهل العلم أنهم لم يرى تكفير الخوارج. لو رأوا تكفيرهم لأوجبوا قتالهم قتال الكفار، لكنهم قالوا هم بغاة. الإمام أحمد رحمه الله قال إيه؟ قال قل كما قال الحديث، هم رقة. ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك، وأبى الإمام أحمد أن يقول عنهم بأنهم مشركون، وأبى عنهم أن يقول كفار. نعم، والحقيقة من الفتاوى التي تحسب للأزهر كذلك، أنه أبى تكفيرهم، مع أنهم يكفرون المسلمين، لأن التكفير لا يقابل بالتكفير. التكفير لا يقابل بالتكفير. والصحابة قابلوا الخوارج لما كفرهم قالوا هم الكفار؟ لا، التكفير حكم شرعي لابد له من أدلة، كما أن الإيمان حكم شرعي. ولذلك إطلاق التكفير في غير موطنك، جاء الوعيد الشديد فيه محلس ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من قال لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه. يعني إذا كان الرجل لو أن رجلا قال لرجل يا كافر، إذا لم يكن هذا الرجل كافر، الكفر رجع على مين؟ رجع على القائل نفسه، يبقى هو كفر نفسه. الله المستعان، أمر شديد وأمر جلل، وفيه التحذير من الخوارج، وفيه يعني قتالهم دفعا لشرهم. أما من اندفع بغير القتال فإنه يحاور، لا ويرجع منهم بفضل الله جل وعلا، يعني إذا يعني أزلنا الشبهات التي عندهم رجعوا. وهذا أولى طالما أنه لم يرفع السلاح على الأمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يقل بهذا، لا يعني لم يفهم هذا جمهور الصحابة، ولم يفهم ذلك جماهير أهل العلم. لا، هو لم يقوم بالدين، هو يسهل، ما حكمش بأنهم كفار. ولذلك لما الرجل قال اعدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خالد دعنا ندعو، قال دعه لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئض هذا قوم
يقرؤون القرآن لا يجاوز يتلقيهم، مع أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة كفر، ومع ذلك لأنه كان متأولا في الكلمة، فقال عنه قصدي، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما لا ما لا ما ليس في قلبي، قال: لم 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 أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونه صلوات الله وسلامه. يعني احنا لنا الظاهر، الناس دي بتصلي طوال الليل يصلون، تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامي، فلذلك لا جماهير الصحابة فهموا هذا. نعم، ولذلك علي رضي الله عنه كان في آخر النبي يصلي على 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 قتل الفريقين، يصلي على من مات، مع أنه يقاتلهم، ما هو قتلهم ده مش معناه قتلهم ده دافعا لإيه؟ دافعا لظلمهم، دافعا لظلمهم. أنا ما أدري، هذه ولا لا علم لي بها، لكن يوم يكون من الدماء المسلمين ليس معنى هذا بأنهم كفروا بالله جل وعلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن غلوهم هذا قد يقودهم إلى الخروج من الدين. يوم يقوم من الدين يعني يخرجون من الدين من باب الغلو، من باب التنطع والمغالاة في الشيء حتى يخرجوا من، يعني قد يقول بهم الأمر إلى خروجهم من الدين، لكن هل هم كفار؟ لا. ولذلك الإمام أحمد أبى أن يقول عنهم لا كفار ولا مشركين، قال: قل كما قال الحديث، هم رقى لأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين. فوقف الإمام أحمد رحمه الله عند الحديث، لم يتعدى حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لعدم أخذ الغنيمة، عدم أخذ الغنيمة، وهذا في جميع في قتال جميع البغاة، نتكلم على في فرق بين قتال الكفار وبين قتال الخوارج. الخوارج اسمع بس الكلام، قتلهم جماهير اهل العلم، طبعا ابو حنيفه قال ياخذون، لكن الصواب مع قول الجمهور، قول الجمهور بان قتال هؤلاء من باب قتال البغاة. خليني افيدكم في فائده اخرى، ان في روايه مسلم، في بعض الروايات عند الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحالق. وفي وصف ذي الخويصرة، فجاء رجل ايه يعني غائر العينين، كسر اللحية، محلوق الرأس. فهل يفهم من هذا؟ طبعا هو وصفه نفس الإمام التحلق، يعني يكثرون من حلق الرؤوس، ده على خلاف عادة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف عادة الصحابة، لكن هل يفهم من هذا عدم جواز الحلق؟ لا لا يفهم من هذا، يعني تربية الشعر سنة صحيح، لكن هل معنى لو أن رجل حلق رأسه هل هو يعني لا تربية الشعر أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان أوفر الناس شعرا، وكان شعره يد يعني كان له جمة تضرب بين كتفي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هم في شيء مشترك فيهم خلاف معهود الناس في ذاك، معهود الناس هو انه يحلقون الرؤوس. وذكر هذا الرجل جاء يعني اللي هو ذو خويصرة محلوق الراس. اذا في فرق بين الحلق جواز الحلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سيماهم دي ذكر زي كما قال: اياتهم رجل اسود احدى عضدي مثل ثدي المراه مثل البضعه تدردر، يعني ده وصف لهم. طب لو أن رجلا في هذا، لا ده خلاص ما في، ما هو ده وصف لهم، علامة فيهم، كذلك علامة هؤلاء الحلق، حلق الرؤوس، لكن لا يفهم من هذا إيه؟ عدم جواز الحلق جائز، بل في الحج والعمرة وأولى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، دعا ثلاث دعوات للمحلقين ودعوة للمقصرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.